صمد جولاني لمغار ونهاية المسيرة هون بالبلد بجبل سبلان بمقام النبي سبلان صلى الله عليه. احنا منتظرينه نفوت معهم لعند الأخ شكيب المغار، طبعا فاتوا لعند الأخ عفيف أبو هايل الله يرحمه، ومثل ما قلت فايتين لعند الأخ شكيب أبو كميل، من هناك طالعين على مقام سيدي سبلان لإنهاء هذه المسيرة. يعني سيد مفيد، إلى ماذا تهدف مثل هذه المسيرة؟ مسيرة تضامنية من جميع أنحاء البلاد، من جميع أنحاء شرائع الشعب الإسرائيلي، تضامن مع الشرطيين وباقي رجال الشرطة اللي انقتلوا بالآونة الأخيرة. شكرا جزيلا.